السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الذي سوف أقوم فيه بشرح أحد أدوات التجسس على الإعلانات الممولة في الفيسبوك، وهي شوب جينيس. هذه الأداة قوية جدا، سوف أقوم بشرح كيف يمكن بها أن تجد المنتج المربح وكثير من الأشياء الأخرى. هذه الأداة لديها 3 اشتراكات، هنا سوبر سكيني بلان وسكيني بلان وفول فات بلان. فكما ترون هنا يا أصدقائي، فلهذه الأداة عدة استخدامات. لديها الكيورد سيرش، يعني البحث عن الكلمة المفتاحية، وأن تقوم بتتبع معلنين ما خاص، أن تجد تراكت كليكس، يعني هنا الإعلان الذي يحصل على الكليكات أو الكليك ثرو ريت عنده أعلى بكثير. هنا الإعلانات التي تقوم في الموبايل، ديسكتوب يعني الحاسوب، التابلت، إعلانات بالصور، إعلانات بالفيديو، هذه الكاروسول، سلايد أدز، يعني هنا تعني كثير من الأد الذي لديه صور كثيرة، ليست صورة فقط. بريفيو تشين، مقطع صغير من أو صورة صغيرة لللاندنج بيج الخاصة بالموقع الذي يأخذ إليه الإعلان الممول، وأيضا يعطيك لينك خاص إلى الفيسبوك بوست، لينك إلى اللاندنج بيج، لينك إلى اللاندنج بيج تكست سيرش، يعني تبحث أنا عن تكست في الخاص باللاندنج بيج. يمكنك أن تبحث بالكونتري فلتر، مثلا تريد فقط اعلانات اليو اس اي او فقط اعلانات اليو كي، يعني بريطانيا. ديفايس تايب فلتر، يعني تريد اعلانات فقط التي في مثلا في الحاسوب او في التابلت الى اخره. مثلا هل تريد اعلانات، ترى الاعلانات التي تظهر في الجنب على اليمين، او الاعلانات التي تظهر في نيوز فيد او مع بعض كما ترون هنا. ايضا الجندر فلتر، يعني الذكر مؤنث او كليهما. ميديا تايب، يعني هل هي صورة فيديو او سلايد. يور ال شورتنر فلتر، يعني ترى مثل هذه هنا. ويب سايت بلاتفورم حاليا التي يمتلكون، يمكنك التجسس على تي سبرينج، على شوبيفاي، على ماجنتو، وعلى الكليك فانلز التي تستخدم من أجل إعطاء دروس. ايج رينج فلتر، يعني كما ترى هنا تختار مثلا السن، وكذلك فقط السن. مثلا تريد فقط الأشخاص الذين هم كمثال 25 سنة أو أكثر، أو 13 إلى 65. أنت تتحكم في كل شيء. Unlimited searches، يعني يمكنك تستخدم الأداة للبحث عن عدد لا نهائي من الكلمات. كذلك الداتا أو المعلومات، كما يقولون هنا Shopify Store Adverts، لديك e-commerce image adverts، وكذلك e-commerce all adverts. فهذه فقط ستحصل على الداتا الخاصة بالصور، إعلانات التي هي فقط صور وليست فيديو، هذه فقط على الداتا الخاصة بمتاجر شوبيفاي وليس الكل. مثلا ماجنتو وتي سبرينج. يا أصدقائي، هي أداة شوب جينيوس، هنا شرح بسيط مع كوبون كود إلى آخره. فلنذهب الآن إلى هذه الأداة لأريكم كيف تعمل، أني عندي حساب فيها. فقبل أن نتحرك، فأنا عندي فهذا الحساب الذي أدفع فيه $40، 39.99. فهو يمتلك كل شيء طبعا. مثلا هذا البلان لا يمتلك تراك كليكس، لا يعطيك الحق أن ترى تراك كليكس، وهذه الأشياء طبعا لا يمكنك أن تقوم باختيار الدولة التي تريد. أعتقد أن هذا سهل عليك أن تفهمه. فلنذهب إذن
إلى الأداة. هيا يا أصدقائي، الأداة يمكنني هنا أن أختار أي كلمة، مثلا أختار الهايكن فيشن إلى آخره، مثلا الهايكن فيشن لصيد الأسماك، الهانتن صيد حيوانات إلى آخره. هنا الدول، هل أريد الإعلانات التي تظهر في أمريكا والإعلانات التي تظهر يعني في بريطانيا أو في أمريكا؟ أني جندر يعني فقط ذكور، نساء أو كليهما. هذا ما شرحته قبل قليل. هل موبايل، تابلت أو ديسكتوب، فيديو أدز، إيمج أدز، نيوز فيد أو رايت سايد، هير رينك سايد، رايت سايد، شوبيفاي، تي سبرينج، ماجنتو، كليك فانوز، أو all of them يعني أو كلهم. الإعلانات التي ظهرت في الأسبوع الماضي، الإعلانات التي ظهرت في هذا الشهر أو آخر 30 يوم، آخر 3 أشهر، آخر 12 شهرا، أو أي وقت. البحث عن الإعلان الذي قد يظهر فيه النص في الإعلان أو النص لا يظهر في الإعلان، فقط صورة. فلنتركها كما هي يا أصدقائي. سأختار هنا في هذا المثال البحث عن شوبيفاي. حسنا، وجندر سأترك كل شيء، السن كل شيء، ولكن فقط الإعلانات الحديثة، لأني أريد أن أرى ما هو الجديد، ما هي المنتوجات الجديدة في شوبيفاي إلى آخره. وهنا يا أصدقائي أريد الإعلانات التي حصلت على كليكات كبيرة، ليست ممكن أختار مثلا من أحدث الإعلانات، لا أنصح بهذا. نيوز أدز نفس الشيء، لا أنصح بهذا. بوست لايكس الذي يحصل على لايكس كثيرة، أو تراكت كليكس، سأترك على تراكت كليكس. سنن فاين أدز، قد قمت بالبحث من قبل لذلك سنحصل على نفس النتيجة التي كانت هنا. إذن فلنذهب ونرى. تمام، فهذه هي الإعلانات التي حصلت على كليكات، أكثر كليكات هذا الأسبوع. بالكليكات يعني أن هناك شخص ضغط على learn more، دعاية إلى إعلان لحليب الأم. دي مقالة قال على الأغلب تأخذك إلى متجر شوبيفاي. مثلا يمكنك أيضا يا أصدقائي أن تستخدم أحد هذه المنتوجات إن كنت تنوي البدء في دروب شيبين، فيمكنك تأخذ أحد المنتوجات من هنا لأنها حديثة جدا. تمام، فلنرى وسنريكم كل شيء. هذا الإعلان قد ناستين يعني آخر مرة تم النظر إليه هو 6 أيام الماضية. تمام، فلننظر. مثلا يمكنني أن أضغط على شوب ناو لأي منتوج أريده، مثلا هذا منتوج طبيب البشرة. انظروا كيف تكون الأد كوبي. ما قد يفيدك كثيرا يا أصدقائي هنا هو أن يمكنك تعلم الأد كوبي، كيفية كتابة الأد كوبي التي تعمل، التي تحصل على الكليكات كثيرا. هذه الإعلانات تحصل على الكليكات كثيرة جدا، فلذلك انظروا ما الذي جعل الشخص يضغط على الكليك. طبعا ليس الاد كوبي المسؤول فقط، فأيضا هناك الاستهداف الصحيح والمنتج الجيد، كذلك الثامبنيل هنا للفيديو. اضغط على شوب ناو، ماذا بلا متجر خاص بشوبيفاي لهذا الشخص. فلننظر ما الذي عنده. اول شيء ثمن مناسب جدا، ثاني شيء هذه quantity breaks
جيدة جدا. هنا أيضا اختيارات عديدة، هذه مثل السيلز باب لكن فقط تظهر ما يسمون بريفيو، والريفيو طبعا هي فقط ريفيوات مسروقة من ألي إكسبرس. هذه جيدة، أعتقد أنها أفضل بكثير من السيلز باب التي تظهر أن الشخص قد اشترى هذا الشيء. هذه أشياء تظهر أشخاص اشتروا هذا المنتج بالإضافة إلى الصور لهم. كذلك هناك ريفيو خاص به، هذا سيشجعك بالتأكيد على الشراء. سلام. كم كان تهبط ترى أيضا ما الذي يمتلكونه هنا. سلام. فلنرى شيئا آخر، فلنرى إعلانا آخر يا أصدقائي هنا. هذه الأداة يمكنك استخدامها من أجل أن تعرف أيضا ليس فقط المنتوجات الجديدة، ولكن أيضا كيف يكون المتجر لمنافسيك. طبعا ما هي مثلا الابليكيشنز او التطبيقات التي يستخدمونها. كما رأينا قد اكتشفنا من ابليكيشن جديدة وصراحة فعالة جدا، قد يمكنك أن تقوم بسكرول داون يعني الهبوط هكذا حتى تجد المنتج الذي قد تعمل عليه. يمكنك مشاهدة الفيديو هنا بدون الضغط لرؤية الإعلان كما ترون أصدقائي. يمكنك فقط استهداف أمريكا فقط. يمكنك أن ترى هذا الإعلان الذي يستهدف الدول. هذا منتج الصحة. وكذا أصدقائي يمكنك فقط التجسس على المنافسين واكتشاف منتج جديد والحصول والعمل عليه قبل دخول منافسين أخرى. مثلا فلنقوم بالرجوع إلى الأعلى لنقوم بفلتر جديد. مثلا فلنضغط على الإعلانات التي تم الضغط عليها كثيرا في آخر 12 شهرا، لنعرف ما هي هذه الإعلانات التي تحصل على الكليكات كثيرة في آخر 12 شهرا. Like ads. مثلا هيا انظروا هنا 7000 كليك، أو أعتقد الرقم أكبر بكثير من هذا، الرقم الهائل من الكليكات، 7 مليون كليكة هنا. انظروا إلى هذا، عجيب. هذا الإعلان هنا ليس لدي أي أد كوبي. وهذا المنتج هنا عجيب صحيح، وعدد هائل من اللايكات والكومنتس والشير. الإعلان تم تحسين أكتوبر آخر مرة تم تأجيل الكلام. Thank you.
أن البحر فعلا على إعلان ولكن كانت أمريكا هي المزعلة فعلا. يبدو لي عادي جدا، هذه تبدو ك description للمنتج من علي اكسبرس. هكذا نكتشف يا اصدقاء انه هناك منتجات تعمل جيدا حتى لو لم تكتب اي description جيد، لكن هذه هنا الفيديو الذي يشرح الاداة جيد جدا. نرى أيضا ما الذي يمتلكه، هنا يكتب customers who bought this item or what، يعني المشترون الذين اشتروا هذه الأداة. هنا أيضا اشتروا هذه، طبعا هذا فيك يعني مزور. نرى قلنا just crashed، restore the staff، نذهب إلى شيء آخر مثلا. إعلان جيد أيضا لمنتج خاص بالكلاب هنا. إن أردتم يا أصدقائي أن لا تشتروا مثل هذه الأدوات إن كان مثلا الثمن بالنسبة إليكم ضعيف، فهنا مثلا أصدقاء هذه فري بلس شيبينغ، طبعا المشتري سوف يدفع ثمن الشحن. كما قلت يا أصدقائي يمكنني أن أصور لكم منتجات المربحة، إن أردتم أقوم بفيديو مثل هذا أصور لكم مثلا المنتجات المربحة لهذا الأسبوع أو آخر 12 شهرا لأي كلمة تريدون سأقوم بذلك. فقط أريد الدعم منكم، اللايك والسبسكرايب كذلك الشير، رأيت كثير من ذلك. سوف أقوم بأرتم كل يوم أقوم بإظهار لكم مثلا الإعلانات التي تحصل على مثلا كليكات كثيرة أو لايكات كثيرة، طبعا الإعلانات حديثة من أجل أن تتمكنوا من أخذ أحد المنتجات الذي من أجل تجريبها، وربما يكون هو الوينر الخاص بكم، الوينر برودكت الخاص بكم، بالتالي تكون قد ربحت أموال أو نجحت بدأت بالنجاح في البيزنس من دون كما أقول من دون أن تحتاج لتشتري أي أداة. سأكون سعيد بذلك، فعلا سأكون سعيد بذلك إن تمكنت من فعل ذلك. ليس عندي أنا مشكل في أن أريكم نتائج هذه الأداة. بالنسبة للأشخاص الذين يريدون شراء هذه الأداة سأترك رابط في الأسفل، سيكون رابط أفيليت إن أردتم الضغط عليه وشراءها من ذلك الرابط سيساعدني كثيرا. إن لم ترد فبالطبع يمكنك البحث عنها في جوجل، لا مشكلة لدي في ذلك. يمكنك أيضا الحصول على فري ترايل إن أردتم، فيبدو أن عندهم فري ترايل صراحة لم أجري فري ترايل، يقولون هنا ترايل لـ24 ساعة، فلي يمكنك أن تقوم بذلك إن أردتم. شكرا كثيرا أصدقائي على مشاهدة الفيديو، أتمنى أكون قد أفدتكم ولو قليلا. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. إن أردتم فيديو